في أم أفريقيا كنت لسه بتكلم عن نطق الأسماء، ولكن ما تتهيألي ما فيش من السنغال يعني برشلونة بالنسبة للمنتخب مدغشقر. أدريان تنانينا. أيوة الحكم أدريان تنانينا. يعني تقريبا مدغشقر أنا 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 حاسس طبعا بلد جميلة وأنا زرتها يعني، تقريبا الأسامي كلها بالتركيبات دي ما عدا أحمد أحمد، يعني هم في أحمد أحمد ولي قصة عمات طبعا، ولكن صراحة أسامي جميلة وناس جميلة وطبعا. وغير غير مدغشقر كنت هكلمك في بطولة كأس العالم لكرة اليد. الحمد لله أنا عملت 32 ماتش في البطولة دي، مش ماتشات مصر بس. فأنت نزل قدامك ماتشات، قدامك سكور منتخب صربيا فيرسز مقدونيا الشمالية أو منتخب اليابان فيرسز الأسامي بتبقى صعبة، الأسامي بتبقى صعبة صعبة صعبة. في كأس العالم لليد كانت المدرجات فاضيه، بس العاب الصالات بتبقى ليها رونق برضو مختلف. انت لعبت اولا ادارت مباريات في العاب صالات تانية غير الكاس العام اليد ولا لا؟ عملت ماتشات بس مش على مستوى بطولات قاريه. عملت ماتشات هاندبول، عملت ماتشات بولو حصنه، عملت بطولات طبعا كوره صغيره، ولكن ما عملتش ماتشات صالات بالجماهير مليانه لحد دلوقتي. ودي حاجه الصراحه بتلاقي الانرجي الطاقه بتاعت الموضوع، حضرت كتير بس عمري ما زعتها داخليا. يعني في ايفنت ما يعني عرفنا كده انك قدمت حفلات او حفله معينه بخمس لغات. هل انت بتجيد خمس لغات ولا كان محضر بس الحفله ديت علشان الكلام اللي تقول؟ بجيد ثلاثه منهم، ويعني بس انا بحب اسلك نفسي في اي لغه. ففي كذا لغه ممكن بسلك نفسي بيهم عادي جدا يعني، ولكن ثلاث لغات بجدهم يعني يعتبر بطلاقه. مصري عربي، مصري وعربي، ادي كده اتنين. لا عربي وانجليزي والماني. عربي وانجليزي والماني وفرنساوي، يعني الفرنساوي والالماني يعتبروا على نفس الليفل كده تقريبا. في خلال امم افريقيا 2019 هل لاحظت ان الجمهور كان يعني مش هو ده الجمهور بتاع منتخب مصر؟ كان في حاله انقسام في الجمهور خلال المباراه الاخيره تحديدا قدام جنوب افريقيا وانت بيرددوا وراك، ولا كانت نفس كل حاجه عادي؟ لا يعني كان في شويه انقسام، خلينا نعترف ان كان في شويه انقسام. انا تعليقي على بطوله 2019 والحمد لله تقريبا تم تدارك الموقف ده بالكامل، منع الفوفوزيلا. الفوفوزيلا بالنسبه لي كانت عامل ما بيعملش اي حاجه غير انه بيتنشن اللعيبه ويتنشن الجمهور ويتنشن الناس وبيخبي صوت التشجيع الحقيقي. ما لو في صوت فوفوزيلا شغال فو على طول، عمرك ما هتلاقي كابو او شباب عمالين بيسقفوا ويسخنوا تشجيع. اعتقد الموضوع ده كان ابتدى من اول المعسكر بتاع كاس العالم. عدم قدسيه المنتخب ادى الى ان اعلاميا المنتخب كان مباح شويه، تجاريا المنتخب كان مباح شويه، فده كان عامل انقسام ما بين الجمهور. خلي بالك برضو الجمهور ما كانش يعني ملتف ورا مثلا كوبر يعني ولا الجهاز، فاياميها برضو الدنيا كانت صعبه.